على فكرة مزنقات لي إنك رح تجي لعندي. مو معقولة هالمرة ما بيخفى عليها هالشي. منيح اللي خبرتك، وفرت علي الشرح. معناتها أكيد قالت لك أنا اللي جاي لعندك. يا ميت أهلا وسهلا فيكي. بس خال، مو حاسة إنه بكير على قصص الحرد هي من بيت جوزك؟ والله بكير. لا على فكرة أنا مالي حرداني. أنا جاي لعندك إجازة نقاها يعني. يا عيني عليكي، جيتي بوقتك. حذري شو خال؟ جوا بالمطبخ عندي الجلي مكوم فوق بعضه، يعني لا صحن لا معلقة لا كاسة خرج الواحد يستخدمه. لا على فكرة أنت فهمان الموضوع غلط. هي الإجازة والنقاها إلي أنا مو إلك أنت. أهلا وسهلا. مرحبا. غادة، عم عطلك شي حبيبتي؟ مشغولة؟ لا لا لا، بس كنت قاعدة أشوف معدات البيوتي سنتر وأشوف وش اللي ناقصنا. قصدك اللي ناقصك؟ لأنه أنت قررتي تفتحي لحالك بعد ما اتفقنا على كل شي وحكينا بكل شي. بس يلا، هالقصص اسمه ونصيب أكيد. وأنا بفهمك يعني إذا ما بدك شريك وبدك تكوني لحالك. بتمنى لك النجاح من كل قلبي. أكيد تتمني لي النجاح والخير؟ أكيد غادة، نحن منا أعداء. وأنا ما زلت عند كلمتي ولا غيرت رأيي، وأنت شريكة معي في المشروع. أنت عم تحكي جد؟ صحيح إن حنا مو بأعداء، بس هذا ما يعني إنه يكون بيننا مزح. طبعاً صحيح، أنت أحلى شريكي بالعالم. بس ها، على شرط الحصة الأكبر لي أنا. ما في شيء اسمه 50-50. اللي بدك إياه بيصير. أجل تم، توكلنا على الله.